استاذ محمود سنه طويله جدا جدا فيها كل الاحداث اللي حصلت كاس عالم يعني هيجي كاس عالم وكاس افريقيا ودوري ابطال افريقيا واحداث كثيره جدا جدا. تفتكر السنه دي احنا ممكن نشوف زيها تاني من طولها ومن اللي حصل فيها؟ هي كان فيها كاس عالم كابتن على فكره، لكن كاس عالم الانديه، كاس عالم الانديه يعني كاس عالم الانديه بس كاس عالم الانديه بس لا ده هو موسم مختلف يا كابتن. لكن هو طبعا احنا مش عاوز اقول هو ضحك علينا، قال لنا كلام، اترمى كلام ان احنا هنعمل شكل مختلف للمسابقه الجديده عشان نخفف الحمل ونريح اللعيبه، ثم تفاجئنا ان الامور مشيت بعد تاجيل كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار ليناير اللي جاي، وبعدين زي ما انت شايف الامور اترحلت مره واحده. لكن انا كنت شايف كان الانسب بامانه شديده انه ده موسم نخفف. ليه؟ لانه عندك ايه؟ بطوله افريقيا، عندك برضو التصفيات اللي فات ولا اللي جاي؟ لا الموسم اللي جاي هيبتدي. لا الموسم اللي جاي اللي هيبدا اسمه. اللي هيبدا أوكي. انت كان المفروض الكلام كله اتكلمنا فيه هنا. بس ايد مين يا استاذ محمود؟ مين ياخد القرار زي ده؟ الرابطه. لا ما هي رابطه الانديه لما عملت المساله السنه اللي فاتت وعرضتها على الانديه رفضت. والانديه رفضت. لا في حاجه اسمها الرابطه، هي اللي بتدير المسؤوله. لا لان بتتحاسب على الاخر يا كابتن. حتى استاذ محمود ثواني يا كابتن، انا المسؤوله مش المسؤوله. اعرف عندي ناس وعندي خبراء ومتابعين وشايف المشهد، يعني الاجانب اللي جم شافوا المشهد قال لك ايه ده، حرام عليك، ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه الدوري اللي معمول النهارده فوق وتحت وروح وجاي وتعالى، مفيش استقرار بالصوره اللي انت شايفها ده. أوكي. موسم طويل كان يتوجب انك تكسر الحده دي، تكسرها وبرده مش خسائرك مش هتبقى ايه؟ يعني اللي يحاول يفسرها ويلقيها في ملعب الرعاه والكلام ده، انا اجيب برده الرعاه واتكلم معاهم. ممكن تتفاوض معاهم. تتفاوض معاهم وتتكلم معاهم. يعني انا عاوز اقول لك يا كابتن ان كان في فرصه انك انت برده تخليهم يشيلوا منافسهم شويه برده، لكن انت ايه؟ هتكمل ليه بقى؟ طيب النهارده 30 اغسطس انتهى الموسم. كل سنه وانتم طيبين. يوم 15 سبتمبر هيبدا ايه؟ فتره الاداء. دوري ابطال لا ده قبل دوري ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا. الدور الاول. من الدور الاول. خلاص؟ وقبليها مش عارف 10 سبتمبر وبعد كده هتكمل انت ماشي على طول. هيروح داخل الاهلي في الدور الثاني في اول اكتوبر، هيدخل في ايه؟ في بدايه الدور 32 على طول. يعني انا عاوز اقول لك الموسم كده. خلاصه الامر يا كابتن اسلام، انا دلوقتي عاوز اتحاد الكوره اللي هو تولى المسؤوليه في شهر يناير اللي فات اكيد عنده لجنه فنيه او ما عندوش، يطلع بقى يعمل لنا تقرير، ما عندوش، يقول لنا ايجابيات الموسم وسلبياته وفنياته وكره القدم المصريه رايحه فين. ده الكلام اللي هو المفروض عمل لك التقرير. وبعدين انا بس عايز اوصل معاك للاخر. ايوه لا قول يا جماعه، ولا احنا عندنا مشكله، اكتشفنا بعد التقييم ده احنا ما عندناش لعيبه. احنا عندنا مشكله ما عندناش لعيبه مهاريه. احنا عندنا مشكله ما عندناش، ما بنعرفش ما بنعرفش ندافع، ما بنعرفش نهاجم. الاهداف اللي جبناها اغلبها ما فيش تسديدات، فيش قليل الاهداف نسبتها للتسديده من الخارج ضعيفه، من الضربات الثابته كتيره، الكرات الثابته تعمل مشكله عندنا على الدفاع، مش عارف ايه. يعني عاوز اقول لك ايه، انت برضو محتاج، عاوز برضو يا كابتن كل الانفاق والحجم، والدوله عامله شغل كبير جدا وجايبه مدربين اجانب، برضو انا عاوز اواكب وجود الناس دي، ما اجيبهاش كده تشتغل وتمشي. ما انا برضو عاوز اتعلم، ما انا عاوز برضو اطور، واطور لمين؟ واطور للي تحت. انت شايف الناتج اللي شايف في قطاعات الناشئين المختلفه اللي طالع، في انفاق كبير جدا، لكن المعين يعني معين المواهب تحس انه يعني يا دوب بنقط لك، يعني ايه ما فيش حد كده بيديك اللقطه ان انت تحس ان عندك 5 6 7 8 10 لعيبه طالعين هيكسروا الدنيا في خلال الثلاث اربع سنين اللي جايين. المساله فيها ايه؟ فيها مساله قماشه بقت ضيقه، وماشيه المواهب هنا عندك في مصر نتيجه ايه؟ في مصر. في مصر انا بتكلم لما تيجي دوله بحجم العظمة اللي هي فيها دي وتبقى عدد الممارسين ما يعدوش نص مليون، يعني تبقى برضه في مشكله برضه يا كابتن اسلام. يعني ما انا لا ما انا بكلمك لما انت تبقى تارك المساله لتحطم امال وطموحات النشأ من خلال اكاديميات مسمومه، اكاديميات تتاجر باحلام الصغار وكل في حاجه اسمها انه واحد عاوز يلعب كوره يدفع 25000 جنيه؟ في حاجه اسمها كده؟ في واحد عاوز يدفع 100000 جنيه يدفع بتاع عشان يتضم الفرقه 14 سنه ولا 15 سنه؟ يعني عاوز اقول لك ايه، اين الرقابه يا كابتن؟ يعني عاوز، هل انت شفت حد لعيب كوره يدفع عشان يلعب، ولا انا بجيب حد عنده موهبه وادفع له عشان يبقى معايا؟ لا الوضع بقى ايه؟ يعني عاوز اقول لك ايه، اصبحت تحولت كره القدم في مصر اغلبها الى تجاره، تجاره رخيصه، وتجاره بايه؟ ببيع الوهم لناس هم عاوزين يقنعوها انا باخد منك. بالنسبه للاكاديميات تقصد؟ طبعا. أوكي. لا ده في مشكله،
الا بص نسبه لا تتعدى كابتن اسلام نسبه 1%. ولا في 1%. لا لا هنقول لك في ناس يعني ايه شغاله بتجيب وتصرف وتنفق. ها وجايبه ايه في اكاديميات جايبه خبراء يعني جايبه مدربين اجانب في مصر بيجيبوا بيكتشفوا وبيروحوا. يعني اكتشفنا في الصعيد عندنا فينا لقينا ناس جايه من انجلترا بيفتشوا في انا وفي ابو تشت وفي نجا حمادي وجايبين ناس معاهم وخبراء نفسيين وجايبين كاميرات مجرد دعوات لما الناس يعني لا يا محمود مجرد دعوات لما